الصندوق بعيد عن الرسميات علشان نعمل حاجة. لو رجعنا مش هنرجع كتير قوي ورا، إنما لو رجعنا بس 5000 سنة هنلاقي إن الإنسان اخترع الكتابة، ومن 500 سنة اخترع الطباعة، ومن 50 سنة اخترع الكمبيوتر، ومن 10 سنين دخلنا في ثورة معلومات خلت العالم كله مع بعضه في كل لحظة قرية صغيرة ما كناش مصدقينها من 10 سنين. لما كان بيتقال لنا ان احنا داخلين على عولمة كنا بنستغرب ايه الكلام الغريب ده، احنا عشناه النهاردة واعتقد بعد كام سنة هيبقى ده قديم وفيه الاحدث منه. الحضارات في العالم بتتكامل، كل شوية في منطقة معينة من العالم بثقافة معينة بتقود، واعتقد احنا في الوقت الحالي لا نملك رفاهية الانتظار لغيرنا يقودنا. التغير سريع جدا زي ما بيقولوا chasing the time، كل ما بنوصل لحاجة نلاقي نفسنا لا ده في الاحدث منها. فلو قعدنا نستنى غيرنا يبقى احنا دائما مش في المكان اللي بنحبه. والمشاركة اساسها هو الابداع، والابداع اساسه الشباب. انا من 3 ايام كنت في زيارة لجامعة سوهاج، وانا بقول لك سوهاج يعني جامعة تبدو للبعض بعيدة وتبدو في منطقة ربما لم تشهد اهتمام كبير زي مدن اخرى، وجامعة عمرها 10 سنين. قعدت مع شباب ما صدقتش ان دي